السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله بداية كورس جديد مع هاي سكور سنتر، كورس البورد الأمريكي تخصص كريتيكال كير. معاكم هبة عابد، بورد سيرتيفايد فارماكو ثيرابي سبيشاليست، سينيور اي سي يو سي سي يو. وقبل كل شيء بيشرفني اني اكون ليكتشر في هاي سكور سنتر. يمكن من كرم ربنا علينا ان الكورس ده لما اتعمل قبل كده سنة 2016 في هاي سكور سنتر كانت نتيجة النجاح فيه 100%، 11 دكتور من 11. بعدها يمكن حصل توقف للكورس ده انه يتعاد بسبب ظروف ضغط الشغل، كان عندنا شوية workload ولاننا ما بنعرفش نطلع حاجة من غير كواليتي عالية، فتوقفنا فترة معينة عن تقديم الكورس مرة تانية. بس بإذن الله احنا راجعين لحضراتكم بكورس قوي، مش بس من ناحية النظرية اللي ممكن تلاقوها في حتة تانية كتير، بس كمان من ناحية العملية. قمنا بالإعداد للكورس ده من فترة بحيث انه يطلع مش بس قوي زي ما قلت لحضراتكم نظري، بس كمان العملي معاه. ما ظنش ان في حد ممكن يفكر انه ياخد كورس في تخصص زي الكريتيكال كير او الكارديولوجي او الانفكشنز او الانكو الا اذا كان عايز يعلي نفسه في الناحية العملية. عشان كده هتلاقوا حضراتكم وهنشوف دلوقتي مع بعض ان كل واحد فينا ومن دكاترتنا الافاضل اللي معانا في الكورس بيشرح الاجزاء اللي بقاله فترة كبيرة شغال فيها according to the area of experience بتاعت كل واحد فينا، بحيث ان احنا مش بس طبعا بعد توفيق ربنا نكون سبب ان حضراتكم تنجحوا في الامتحان، بس ان شاء الله نكون سبب برضو ان حضراتكم تنجحوا في شغلكم العمل. يمكن هتلاقوا معانا قامات كبيرة زي دكتورة علاء عوض طبعا أستاذتنا، دكتور أحمد الشطوري، دكتورة نهال حسني، دكتورة سهر هشام، دكتورة عبير عادل، ودكتورة منى أحمد، وأنا طبعا بعديهم كلهم. كل واحد بإذن الله هيدوا لحضراتكم عصارة خبرته العملية، بحيث إن شاء الله إن الكورس ده هيفرق معاكم، هيسيب علامة مع كل واحد فيكم بإذن واحد أحد. يمكن في الديمو ده إحنا بس هنتكلم سريعا كده عن الفلويد والإلكترولايتس، وهناخد زي انترو بسيطة كده ايه هي تقسيمة الفلويد في جسمنا، الفرق بين الكولويد والكريستالويد، طب صار ايه كل ده هنشوفه مع بعض كديمو سريع كده، وبإذن الله هيبقى كله ان ديتيلز في الكورس. قبل ما نشرح الديمو السريع بتاعنا ده، يمكن جدول الكريتيكال كير بإذن الله هتكون البداية معانا يوم 9/12، والنهاية بتاعته هيكون يوم 15/6. يمكن احنا ركزنا كويس ان احنا وكنا قصدين ان احنا نقسم الجدول على 2 parts، البارت الاولاني خاص بجزء السيرابيوتيك والبارت الثاني خاص بجزء النون سيرابيوتيك. طب ليه عملتوا كده؟ ما كنتوا تدوا شابتر سيرابيوتيك على نون سيرابيوتيك؟ لان في ناس حابه تاخد الجزء السيرابيوتيك بس ومش هتخش الامتحان كمان، هي بس عايزه تخش تاخد الجانب او المحتوى العلمي اللي هيفيدها في شغلها، ودول كان لازم نحطهم في اعتبارنا. وفي ناس تانية لا، هي بتعد للامتحان، فسواء دول او دول باذن الله احنا جدول بتاعنا مكفر الموضوع ده كويس. ده يمكن الجدول بتاع شرح، بعد كده هينزل جدول المراجعة زي مراجعة last minute revision بتاعة الفارماكوثيرابي. معرفش حضراتكم سمعتوا عنها ولا ايه، بس انا اعتقد ان هي واحدة من المراجعات القوية للاعداد لامتحان الفارماكوثيرابي. هنبدأ، هتلاقوا مثلا ان حاجة زي الفلويد والإلكترولايتس، البين مانجمنت، وال التشوكس او انواعها المختلفه، الاكيوت كيدني فيلير، كل ما يتعلق بالاي سي يو يمكن معظمه يعني انا هشرحه. معانا طبعا دكتوره سهر هشام، بورد سيرتيفايد فارماكوثيرابي سبيشاليست، ومعاها كمان كانديديت في ماستر، هتشرح اجزاء الانفكشنز، وهي ليها خبره كبيره جدا وحقيقي بنتعلم منها كلنا في حته الانفكشنز دي. طبعا دكتوره ولاء عوض غنيه عن التعريف، زماله صيدله اكلينيكيه تخصص كارديولوجي، بورد سيرتيفايد فارماكوثيرابي سبيشاليست ونيوتريشن سبيشاليست كمان، ما شاء الله القايمه بتاعتها طويله، يعني انا بعجز ان انا بقولها كلها، بس هي هتبقى موجوده مع حضراتكم في الكارديوفاسكولار ديزيز.
وهتبقى موجودة في الباي ستاتستكس، وده يمكن من حظكم ان الدكتورة ولاء هتشرح لحضراتكم الباي ستات. دكتور احمد الشطوري طبعا معانا استاذ التوكسيكولوجي في القصر العيني، هيبقى موجود معانا في شباتر التوكسيكولوجي واجزاء اللايف ادفانسد لايف سبورت في الكارديوفاسكولار. معانا دكتوره عبير عادل. دكتوره عبير عادل يمكن حاصله على بورد الكريتيكال كير وبورد سيرتيفايد فارماكوثيرابي سبيشاليست سي بي كيو اتش، وقبل كل شيء هي بتفتخر وبتعتز ان هي دراج انفورميشن سبيشاليست. دكتوره نهال حسني طبعا زماله كلينيكيه كارديولوجي، هتكون معانا في شابتر البلمونري. ومعانا دكتوره منى احمد كانديدنت في زماله الصيدله الكلينيكيه كارديولوجي وبورد سيرتيفايد فارماكوثيرابي سبيشالست. يمكن زي ما قلنا الجدول هيبدا ان شاء الله يوم 9/12 وهينتهي يوم 15/6. ده جزء الشرح. بعد كده هيبقى عندنا مراجعه اللاست مينت ريفيجن، ودي بقى بتبقى مليانه فوكس، مليانه ام سي كيوز، بنك اسئله كبير جدا، امتحانات هتتحل اونلاين بحيث ان احنا نعمل سيميوليشن لامتحان الفاينل، بحيث ان حضرتك وانت قاعد في الامتحان الرهبه تروح من حضرتك باذن الله، وباذن الله كل اللي هيدخلوا معانا ويدخلوا الامتحان يكونوا موافقين. طيب احنا قلنا احنا هنتكلم في ديمو سريع جدا كده على البادي ووتر كومبارتمنت، توزيعه الفلويدز في جسمنا وازاي بتتوزع واختار اي فلويد وعلى اساس ايه. محدش بيشتغل اي سي يو الا لما لازم يكون شاطر جدا ويحاول يقوي نفسه دايما في حته الفلويد والالكترولايتس دي. تقعد تسال نفسك ايه الفرق بين الكريستالويد والكولويدز، طبعا بالذات الناس اللي لسه بدات تشتغل في تخصص الاي سي يو، اختار اي فلويد على اساس ايه. طب ايه ينفع في الريسستيشن فلويد ريسستيشن، وايه اللي ينفع في المينتنس. طب البيشنت اللي عندي ده عنده هايبركاليميا ولا هايبوكاليميا، طب كل شويه بيحصل ديستربنس، طب اللي عنده ده سودو ولا حاجه ترو. طيب اعمل انتربريتيشن لللابس بتاعت الالكترولايتس ازاي، طب ايه الكوزز اللي ممكن تسبب لي الامبالانس والابنورماليتيز ديت. حاجة مهمة جدا هنعرفها مع بعض في شابتر الفلويد والالكترولايتس، الانترال والبرينتر نيوتريشن في الاي سي يو بتأفكت جامد جدا المورتاليتي في الاي سي يو باذن الله. دي ان ديتيلز هنعرفه في الشابتر. احنا هنا دلوقتي هنتكلم سريعا عن البادي ووتر كومبارتمنت. تقريبا توزيعة الفلويد في جسم الإنسان، موجود في جسم الإنسان 60% من البادي ويت بتاعه ووتر. طب بتتوزع إزاي؟ قالك أنت عندك 3 مناطق بيتوزع فيها الفلويد. أول منطقة بنقول عليها الانتر سيلير فلويد، بعد كده عندي منطقة الانترستيشيال، وبعد كده عندي الانترافاسكولار. الانتراستيشيال والانترافاسكولار ده بنسميه الاكسترا سيلير فلويد، بنسميهم الاثنين مع بعض كده بنسميهم الاكسترا سيلير فلويد. قالك في الطبيعي ان توزيعه الفلويد في جسمك بيبقى عندك 60% انترا سيلير و 40% اكسترا سيلير. ال 40% الاكسترا سيلير دول بيتقسموا تقسيمه الربع والتلات ارباع، الربع هيروح انترافاسكولار والتلات ارباع هيروح انترستيشيال. يعني لو بنتخيل ان دي مثلا السل، وادي البلاد فيزلز، دي المنطقه اللي هي بنقول عليها الانترستيشيال. فقال لك هنا بيبقى تقريبا في 60% من الفلويد، وهنا انت لو قسمت ال 40% ديت 3 ارباع وربع هتلاقي هنا 30%، 3 ارباع 30%، وهنا هتلاقي فيه 10%. وبالتالي هيبقى التوتال لو عملنا اديشن للاكسترا سيلير الانترستيشال مع الانترافاسكولار 40%. تمام. طب هل انا اي فلويد باخده بنلاقي نسمع نورمال سلاين، بنلاقي نسمع هايبرتونيك سلاين، بنلاقي نسمع رينجر لاكتيت رينجر رينجر استيت كلويدز زي الالبيومين، الحاجات دي كلها هل لما باخدها بتتوزع في جسمي نفس التقسيمه دي؟ قال لك اكوردنج لحاجات كتير جدا. قال
لك الكولويد اللي هي الحاجات زي الالبيومين والهيتاستاش والديكستران والكلام ده كله لارج مولكيولز، فانت هتديها انترافاسكولار وهيبقى صعب جدا انها تخرج من الانترافاسكولار، فهتكون دي حدودها في الفيزلز بس. الكريستالويد زي النورمال سلاين والرينجر قال لك بيتوزع اكسترا سيلر، بمعنى انه هيبقى موجود في الانترافاسكولار وكمان في الانترستيشيال سبيس، اكسبت من الكريستالويد الديكستروز 5%. اشمعنى؟ ما هو كريستالويد زيهم، اشمعنى ده بقى اللي هيروح انترافاسكولار وهيروح انترستيشيال وهيروح انتراسيلر كمان؟ قال لك الديكستروز 5% ده لما بيجي يحصل له ميتابوليزم بيتحول لووتر مع كربون دايكسيد. الووتر تقدر تباص كله، تقدر تعدي وتتوزع كله، وبالتالي انت مثلا لو عندك 1 لتر 1 لتر او 1000 ملي لتر من النورمال سلايم مثلا او اللاكتيت رينجر، قسمها توزيعه التلت الربع والثلاث ارباع، ما هو مش هيخش خالص انتراسيلر. هنتكلم هنا عن نورمال سلايم كريستالويد العادي، نورمال سلايم والرينجر، فهتقسمها توزيعه الربع والثلاث ارباع، يعني هيبقى هنا عندك 200، غير بس الكلام، هيبقى عندك هنا 250 وهنا عندك 750. طيب النوع التاني ده من الكريستالويد اللي بيتحول لووتر والووتر بتروح كله، هيتوزع زي توزيعة الفلويد من الجسم 60%، يعني هتلاقي ال 1 لتر يبقى هنا عندي 600، و 30% هنا انترستيشيال يعني هيبقى عندك 300، و 100 انترافاسكولار يعني هنا 100. وبالتالي لو جيت جمعت هنا هتلاقي الاكسترا سيلر 400 والانترا سيلر 600، يبقى الكولويد هتحقن 100 في الانترافاسكولار هيفضلوا 100، هتحقن 500 هيفضلوا 500، اكسبت طبعا القلب من 25 يعني. هتحقن اللي هتحقنه هيفضل في الفيزلز، لارج مولكيولز صعب انها تعدي، انما الكريستالويد زي النورمال سلاين والرينجر لا هيعدي بس اخره في الانترستيشال سبيس، اخره في الانترستيشال سبيس. ديكستروز 5% قلنا هيروح كله. طيب انا لما اجي اخد فلويد التوزيع في الجسم هتبقى عامله ازاي، او الانترافاسكولار، يعني انا دلوقتي واحد داخل لي هايبوفوليميك شوك وعايز ادي فلويدز عشان اعمل له ريسسيتيشن وافوقه، اعمل ايه؟ يبقى اختيارك الديكستروز ولا نورمال سلاين؟ قال لك لا، خد اللي يقعد انترافاسكولاري اكتر، اللي هيبقى فيه المليليتر اللي هتفضل فيه الفاسكولار اكتر، يعني مثلا احنا لسه قايلين النورمال سلاين واللاكتيت رينجر هيتبقى فيهم انترافاسكولاري 250، قلنا كده كده هيتوزع اكسترا سيلوري بس 250 انترافاسكولار و750 اكسترا، انما حاجه زي الديكستروز هيتبقى فيها مني هيتبقى فيها في الفيزلز 100، وبالتالي مش هتسعفني، فانا هختار النورمال سلاين اعمل بيه ريسسيتيشن. طب انت بتتكلمي على الكريستالويد، طب اخبار الكولويد ايه؟ قال لك الكولويد انت ممكن تعمل بيها ريسسيتيشن، بس يعني دي في اخر اوبشنز خالص، اخر اوبشن لما تبقى جربت الكريستالويد وما نفعتش، او انت خايف من إديمة معينه، خايف ان النورمال سلاين لو اتاخد يخرج منه شوية انترستيشيال فيعمل لك إديمة، بس يعني بيتاخد كريسستيشن بمحاذير، وفي أوقات كتير بتلاقي الدكاترة بيبعدوا عنه. القلب من 5% لما هيتاخد منه 500 ملي هيبقى انترافاسكولار، أو هيحصل لي انترافاسكولار اكسبانشن 500 ملي اللي اتاخدوا فضلوا في الفيزلز ما راحوش في حتة، ما توزعوش في أي كومبارتمنت في الجسم. الهيتا ستارش او الهيدروكسي ايثايل ستارش برضو 500 هتفضل 500، اكسبت ده القلب من 25، اشمعنى؟ ما هو كولويد هاخد 100 وهيحصل لي اكسبانشن 500 ازاي؟ قال لك اصل القلب من 25، ودي يمكن هناخدها ان ديتيلز مع بعض في الشابتر،
الالبيو من 25 عند الانكوتيك بريشر 5 فولتس، 5 اضعاف البلازما، وبالتالي هتزود الانكوتيك بريشر، فهيبدا يسحب الفلويد من بره، فهيعمل لك اكسبانشن 5 اضعاف، هتدي 100 هيعمل اكسبانشن 500. بقى الانكوتيك بريشر ايه الاوزمولاريتي وايه الاوزمولاريتي وايه الكالكوليشن اللي لازم نكون بنعرف نستخدمها في الفلويدز واحنا شغالين في الاي سي يو، كل الكلام ده ان ديتيلز هيبقى ان شاء الله معانا في اول محاضره من كورس الكريتيكال كير، بدايه ان شاء الله يوم 9/12. هنستنى حضراتكم باذن الله، واعتقد هتبقى اول محاضره بتبقى هديه دايما من السنتر، بتكون اوبن، هتشرفونا باذن الله. اتمنى اني ما اكون مطولتش على حضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله.